السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ام احزايو احمد زينب يوسف. كنتمنى تشتركوا معي في القناه وتتبعوا معي هذه السلسله ديال الاضحاك مع الدكتور عمر عبد الكافي، نستافدوا ونضحكوا في نفس الوقت. استيقظت الزوجه على خبر الاستعمار الجديد وان في زوجه ثانيه. تعمل ايه؟ العاقله تقول ان هذا او الامر هذا ابتلاء من الله. الامر الثاني يجب ان اصبر واحتسب. الامر الثالث ان نصف زوج خير من زوج. انا اذكر مره كان احدى الزوجات يعني تبكي على الفضائيه وتقول ان زوجها تزوج عليها وصارت حياتها نكد. قلت لها في سؤال بسيط، زوجك هذا كريم الاخلاق، يعني كريم لطيف لذيذ المعشر سادس سهل، كريم منفق متصدق موفق يعني هادئ. قالت لا لا لا، بصراحه يعني هو انسان بخيل ونكدي. وعلى كل انا اطمئن اي زوجه زوجها بخيل لا يستطيع ان يتزوج عليها، لان البخيل لا يستطيع ان يذهب لزوجها، هو يبخل حتى على نفسه. يعني اقول مثلا قالت المراه لا، الحقيقه يعني انه انسان كله نكد في نكد. خلاص الحمد لله رب العالمين، حلت المساله. قالت كيف؟ قلت لها وزعي النكد على بيتين، بدل انت ما ينكد عليك 7 ايام خلي يوم نكد ويوم راحه، وهو يروح ينكد على البيت الثاني، ويعني سبحان الله وسعك النكد 20 سنه وزعي النكد على بيت اخر. فيعني اقبلي نصف زوج ونصف نكد احسن ما ترفضي الزوج كليه او تقبلي النكد كله. فإنسان دايما ينظر على الناحية المضيئة. يقال يعني في الرمز البسيط، نعم، يقول قالت الذبابة للنخلة حذري سوف أحط عليك الآن. قالت لها أنا ما شعرت بك عندما حططت ولا شعرت بك عندما طرت. لكن دايما التافه هو اللي يعمل مشكلة. يعني النخلة ما تكلمت، سبحان الله، الذبابة اللي تكلمت. كل صلاة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله وملائكته عليك 10، وكل واحد أرسلت له وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أخذت مثل أجره في كل مرة، فكيف لو كررها وأعاد نشرها؟ آلاف من الصلاة عليك من الله وملائكته، وآلاف من الحسنات وتكفير السيئات ورفعة للدرجات، فلا تتردد وكن تاجرا فطنا وابدأ مباشرة بعد نهاية المقطع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. انا ماني فياش اسعدي يا مني، نقمات من رزقي لاش والخالق يرزقني.
انا مملوك والاشياء مقضيه.